لله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، سنقف وإياكم في هذه الدقائق مع مفتاح من مفاتيح الرزق، مع مفتاح من مفاتيح البركة، مع مفتاح من مفاتيح التوفيق والرحمة، إنه الاستغفار مع الاستغفار والمستغفرين. الاستغفار وطلب المغفرة هما غاية كل مؤمن، وهما دعوة الأنبياء ومقصد الصديقين. الاستغفار تضمنته دعوة الرسل جميعا لأقوامهم، ومن ذلك قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ولقد حثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على الاستغفار والتوبة، فقال: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. الاستغفار خلق الأنبياء والصالحين، ما إن يقعوا في ذنب أو معصية إلا ويسارعوا بالتوبة والاستغفار. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار عن أبينا آدم وزوجه بعد أن أكلا من الشجر، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويذكر لنا استغفار نبيه موسى عليه السلام يوم قتل القبطي خطأ، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأمر الله نبيه المصطفى بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بعد فتح مكة ودخول الناس في الإسلام أمر الله بحمده واستغفاره، قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عباد الله، لماذا نستغفر الله؟ نستغفر الله لأننا أصحاب خطايا وذنوب، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نستغفر الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم، رواه مسلم. نستغفر الله لأن الله فتح باب التوبة للمذنبين والمستغفرين، قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما أرحم الله بنا إن رجعنا إليه قبلنا، إن دعوناه أجابنا، إن سألناه أعطانا. فهو سبحانه القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله،
إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وروى الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها المغفرة. رواه الترمذي. والملك العظيم جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ نستغفر الله ونتوب إليه لأننا محتاجون إلى رحمة الله ومغفرته وعفوه. قال الله تعالى: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. عباد الله، هل تريدون راحة البال وانشراح الصدر وسكينة النفس وطمأنينة القلب والمتاع الحسن؟ عليكم بالاستغفار. قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هل تريدون قوة الجسم وصحة البدن والسلامة من الآهات والآفات والأمراض؟ عليكم بالاستغفار. قال الله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هل تريدون دفع الكوارث والسلامة من الحوادث والأمن من الفتن والمحن؟ عليكم بالاستغفار. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم خرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بالاستغفار سيتيسر العسير وتزول المصيبة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إني لأمر بالمسألة فيصعب علي حلها، فأستغفر الله فيحفظ الله علي. نفعني الله وإياكم بالقرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه. وبعد، إلهي، ما زلت أعرف بالإساءة دائما، ويكون منك العفو والغفران.
لم تنقصني إن أسأت وزدتني، حتى إن كان إساءتي إحسان منك التفضل والتكرم والرضا، أنت الإله المنعم المنان. أخي المسلم يا عباد الله، كم نصيبك من الاستغفار في اليوم والليلة، إذا كان حبيب الله ورسوله المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وها هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة، يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، كن من الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار. قال قتادة رحمه الله: أيها الناس، إن هذا القرآن يدلكم على دوائكم، على دوائكم وداؤكم. فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. وقال الحسن البصري رحمه الله: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم، فإنكم لا تدرون مدى تنزل المغفرة. عباد الله، الاستغفار ليس للعاصين فقط، بل لأصحاب الطاعات. فالمصلون بعد إتمام الصلاة الخاشعة يستغفرون من كل نقص وزلل في الصلاة. وبعد رحلة حج والطواف والسعي ورمي الحجار، قال جل شأنه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. واعلموا أيها المسلمون أنه لا بد من التوبة النصوحة وعدم الإصرار على الذنب. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، وهو دعاء من قاله حين يصبح ثلاثا فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يصبح فمات من ليلته دخل الجنة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عباد الله، قف بين يدي ربك خاضعا ذليلا خاشعا وقل: يا رب، أخطأت وأسأت وأذنبت وقصرت في حقك وتعديت حقوقك وظلمت نفسي وغلبني الشيطان وقهرني هوائي واعتمدت على سعة حلمك وكريم عفوك وعظيم جودك وكبير رحمتك، فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وامح خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يزول ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرضا وجميل عفوك ثم إني مسلم. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يقوي إيماننا. هذا وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير محمد الأمين صلى الله عليه وسلم.